جاهد ايضا بالك شفت تعليقات بزاف في الفيسبوك، انا بغيت نقول لهم باللي جاهد الدين الهنداني واحد من الاسماء ربما التي عملت ولو يعني على حسب ما اعطي لك من ادوار في السنوات الاخيره. هذا لا يعني علاقتك بهذا الكلام حول الحان والشباب، راك تبع واش راهم يقولوا عليك. واحد قال لهم شوفوا الجزائر سيدي بالالحان والشباب ولا سيد بوليسي في البطحه. اي وي انا غادي نروح معك بعيد، انا نروح معك بعيد. شوف النهار اللي فاتت هذه تاع الالحان والشباب، النهار اللي فاتت الغدوه عندي انكور في اليونيفرسيتي، غدوه نقري في الجامعه. دونك ايماجيني انا دخلت اللونفي واللي زيتوديون اللي يطيقوها في هذه تاع الحان وشباب، وانا معود في الدرج وغادي باش للطابلو ونسمع فيهم وما بغيتش ندير حتى كومونتير ولا نتقلق ولا رحت لبست الطابليه مسحت الطابلو ودرت وبديت الدرس وكل الامر ما صراش. هذه الحان وشباب اصلا انا درتها موقف، انا موقف على خاطر احنا اوناريكلامي على سكي سي باسي في الحان وشباب في هذاك الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما صار حتى تجاوب. دوك انا قلت لا سيت سوليسيون اللي ندخل لهم للداخل ونفهمهم باللي الشيء اللي راكم ديروا فيه ما عنده حتى معنى، لان الكوميديا مكان للكوميديين من احنا اللي نضحكوا ماشي انتوما، انتوما عندكم دور واحد اخر، انتوما تكتشفوا الاصوات فقط، احنا اللي نضحكوا. دوك سي بور سا جي في هذاك، هذا كان موقف مني فقط درته وشتيتي ان بيرسوناج بيان سور خدمت عليه بوندون تقريبا عام مع دي ميوزيسيان، تقدر هذيك شخصيه مبنيه ماهيش غصبان باللي بانال ولا مي خدمت عليها ودرت معاهم واحد 20 مينيت بالك هما قلعوا منها شويه. بون بعد انا شفت لي كومونتير نتاع تاع تاع الجمهور ولكن ما ضرتنيش على كل حال، انا بالعكس استمتعت، قعدت نقرا ونستمتع معني دخلت الى عالم الميمز بقوه بسبب هذه الشخصيه.